تشهد الجزائر مؤخرا تفاقم ظاهرة تطاير الرمال بالولايات الشمالية، ظاهرة وإن حدثت من قبل إلا أنها هذه السنة زادت عن حظها. السبب الأول هو التغيرات المناخية وظاهرة التصحر التي وصلت لأبعاد خطيرة. في ظل هذه التغيرات المناخية وخاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد موجة جفاف من ناحية يعني الجهة الجنوبية حتى الجهة الشمالية تشهد موجة جفاف كبيرة. كما تعرفوا الجزائر يعني هي عندها الصحراء الكبرى، يعني الصحراء الكبرى في العالم، وعندها تأثيرات كبيرة على المناخ خاصة في المناطق الشمالية، وإن شفنا كالسريع خاصة الجفاف هذا سرع من عملية التصحر، وهذا اللي خلى السلطات العمومية والدولة في الآونة الأخيرة السيد رئيس الجمهورية أطلق مشروع ضخم تاع السد الأخضر، هو حل من الحلول المهمة بالنسبة لمكافحة التصحر، لأنه مكافحة التصحر لازم تكون هناك منظومة تاع محاربة التصحر عن طريق أول شيء التنمية المستدامة، عن طريق استعمال تقنيات حديثة لتحافظ على التربة، وخاصة شفنا بالزراعة يعني لازم تكون هناك زراعة حديثة. ماذا بين السد الأخضر ما يكونش كما في الماضي يكون يعتمد على أصناف عندها قيمة اقتصادية، وهذا حتى باش تكون الاستدامة. التغير المناخي والتصحر أصبح واقعا معاش يجب التعايش معه. الحل هو في إعادة بعث مشروع السد الأخضر الذي بدأ قبل أشهر ويسير اليوم بوتيرة متسارعة عبر عدة ولايات. بالنسبة لتقدم الأشغال يعني السد الأخضر راح يكون إلى غاية 2030، لكن راح تكون عبر المشروع يعني راح يكون عبر أشطر. الشطر الأول هو الشطر 2023 بغراسة ما يقارب أكثر من 18,000 هكتار. لغاية الآن قمنا بغراسة 8,869 هكتار، يعني ما يعادل 51%. بالنسبة للشطر الثاني 2024 فهو في طور إنجاز الإجراءات التعاقدية، ولغاية الآن يعني هناك 90 مؤسسة إنجاز أخذت أشطر من هذا في يعني عبر 13 ولاية. اليوم لم يعد هناك مجال للتماطل، فلا حل للحد من ظاهرة التصحر سوى تسريع عملية تفعيل السد الأخضر وفق نظرة جديدة تجمع بين مواجهة خطر زحف الرمال نحو الشمال كدرع حامي ومصدر للثروة النباتية والحيوانية إضافة لاقتصاد البلاد.